الإعلامية القديرة أروى. مساء الخير عليك حبيبتي. مساء الخير عليك. أهلا وسهلا. جمالك الجمال عندك حبيبتي. حبيبتي طيب أنت اليوم ما شاء الله عليك مسيرة مع ميركس دور وأنت في لجنة التحكيم. خبرينا اليوم عن تجربتك. والله أنا صراحة أنا هالمرة مبسوطة جدا بهالتجربة لأنه النقلة لدبي يستاهلوها دكاترة حلوة ويستاهلها ميركس دور ونقلها على تلفزيون دبي شيء من أهم الشغلات اللي راح تصير لأنه تلفزيون عريق وتلفزيون ما يقدم إلا ما هو مميز وهذا تثبيت على أن الميركس دور هي مناسبة جدا مميزة فكثير مبسوطة وأنا هالمرة بعتبر نفسي مش بس هالمرة كل مرة بعتبر نفسي جزء من عائلة كبيرة هي عائلة الميركس دور. بما أنه نقل بيروت للإمارات كلمة في حق بيروت وطبعا أنت تحبين بيروت كثير. أنا أحب بيروت وأحب الإمارات وفي مساندات كثيرة جدا من دبي والإمارات بيروت ما هي غريبة أبدا على الإمارات دائما مساندة يعني حتى مثلا البافيليون اللبناني كان مساهمة أساسية من الإمارات فدائما في مساندة من الإمارات لبيروت. كلمة لبيروت أقول إن شاء الله بتصيري أحسن ودائما أنت في قلوبنا لو تنقلنا في أي مكان بتضل كمان بيروت وحبها في قلوبنا أكيد. شكرا لك أروى. كلمة لمتابعين الناقد. تعرفين الناقد أكيد. الناقد لا هي شو لا انا مستغربه يعني مستنيه القنبله في اي وقت انا قلت مرحله يعني انا ما ايوه ما انا مستنيه القنبله في اي وقت يعني عارفه اول ما عرفت انه الناقد ناطرين المصيبه تنزل ومش عارفين متى حتنزل. لا 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 جايين ندعم جايين ندعم الحمد لله. تدعمونا ولا تدعمونا ولا تدعمونا المعنى في قلب الشاعر. لا ولا اقول الناقد انتم متميزين جدا رغم ان انتم مشاغبين جدا ولكن الاعلام يتطلب هذا الموضوع واتمنى لكم كل التوفيق دائما يا رب. من في خدمة من؟ هل الشعب في خدمة الإعلام أم الإعلام في خدمة الجمهور؟ خصوصا وضع السوشيال ميديا. الشعب في خدمة الإعلام أكيد لا أكيد لا هو الإعلام هو اللي في خدمة الجمهور هذا ضروري ولازم يكون إعلام صادق ولازم يكون إعلام يرتقي بالجمهور اللي قاعد يتابعه فهذا شيء أساسي يعني الإعلام هي اللي شوفي الإعلام عموما ومن يعني الإعلام من ضمن الصحافة الصحافة يعتبروها سلطة رابعة شوفي يسموها السلطة الرابعة أنا أشوفها بعد أعلى صادق شفتي كيف فبالتالي لازم الإعلام عليه رسالة جدا كبيرة فلازم الإعلام هو اللي في خدمة الإعلام محايد ولا هي نحن كذبة ابتدعناها شوفي هو المفروض يكون محايد ولكن في بعض الظروف تجبرك ما يعني بتجبرك ما تكوني محايدة بعد الظروف يعني بي بي بيطيح تحتها الإعلام. الإعلام متواجد في دبي ولا في لبنان؟ لا لا أنا نقلت بشكل دائم إلى دبي وبنتي صارت في المدرسة هنا ومبسوطة جدا بهذه النقلة. هرمون السعادة في دبي. والله العظيم ما شاء الله الله من جد الله الله يديمها عليكم وأنا سمعت جملة يعني بديت أفهمها مع الوقت يعني أنا كنت دائما أجي دبي أجي زيارات وأمشي كانوا دائما يقولوا لي لما تعيش في دبي صعب جدا تعيش في مكان ثاني. أيوة أيوة أيوة. فالحين بدينا يعني الحين بدينا نحس بهالموضوع يعني فكثير مبسوطة هنا وإن شاء الله الله يديم عليكم الأمن والأمان والسلام والسعادة يا رب. ميركس دور ما شاء الله عليهم تزامنا مع العام 50 ومع افتتاح أجمل مبنى في العالم. طبعا أو أجمل مبنى هذا كان خطير. كيف كان اختيار التوقيت؟ وشوفي والله يعني هذا طبعا هم اللي اهتموا في اختيار التوقيت ولكن ان شاء الله خير يعني بس اقول لك شيء الحين كل وقت صار مميز في دبي في الامارات بالاجمال صح. كل الاوقات صارت مميزه في الامارات فيعني صرنا حتى لو رميتي اي تاريخ تاكدي في الامارات حيكون في شيء مميز على اي تاريخ اروى سر ما حد يعرفه سر ما حد يعرفه انه انا بخاف من الناقد جدا بخاف من اسكلتكم ولو كنت كلمتيني قبلها تاخذي موعد علشان اسوي معك لقاء كنت ما جيت اي يعني شفتي فكنت ما جيت هذا اهم سر لازم تعرفيه اليوم الحقيقة ما في سر معين دائما الفنانين والاعلاميين ما في اسرار ما في انسان ما عنده اسرار لا والله ما عندي اسرار حياتي جدا كانت طفولتك طفولتي كانت جدا رائعه كان فيها شويه معاناه اكيد مثل ناس كثيره خاصه نحن مغتربين يعني كوني يمنيه مغتربه ساعات بيكون في بعض المعاناه ولا زلت اعاني من هذه المعاناه اللي هو التنمر والجنسيه لا 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 مش التنمر الجنسي الحمد لله ما كان في اي تنمر الحمد لله يعني دائما دائما ما كان في هذا ولكن هي انك تلاقي بلد الاستقرار خاصة أنت ما تقدري ترجعي بلدك يعني الوطن هو الأمان؟ طبعاً لا شك أكيد الوطن مش الجنسية لا 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 شك ولكن جواز. في بعض البلدان بتحسسك أن أنت هذا بالوطن فهذا شيء جميل وبيصير عندك انتماء لهذا الموضوع ولكن بتم كذا يعني بتم كذا شغف أنه طب أنا ليش وين وطني يعني الإنسان ما بيختار جنسيته لما بيختار بس بعدين لو أنت تمنيت يكون عندك جنسية شو بتختاري؟ صعبة جدا يعني بشوفي أنا أتمنى أن يكون في عندي يعني أتمنى في يوم الأيام يكون في شيء اسمه جنسية عربية
هذا اللي أتمناه إن شاء الله. يعني يكون في جنسية عربية ما نختلف والله أنت من وين وأنت كذا، كلنا نكون على قلب واحد وفي نفس المركب سوا. وعديني إن مرة ثانية نسوي لقاء مطول بس لأنه زملاء واقفين كلهم. أبشر. شكرا حبيبي.